مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. مشاهدينا الكرام، تلقي اتصال من عند الأخ هشام. هشام شاب طموح 43 سنة، خدام موظف بخير وعلى خير. الدنيا صعيبة، هشام الوضع ديالو ما تبغي حتى واحد يكون بحال هكا. أسباب ومسببات هشام من مورا الزواج ديالو تغيرت عنده الدنيا لما هو أسوأ، لدرجة أنه بسبب هذا الزواج وأمور أخرى ب 74 عام كاين في الحبس. تبعوا معايا هشام، هشام هاد القصة عاودي من الأول بشوية. شكون هو هشام؟ هشام واحد إنسان زاد قرا، خدمت بالإعانة ديال الأب ديالي، تزوجت 2014، خدمت الاب ديالي اللي بغيت نتزوج، مشى عند اختو جاب ليا ابنه الاخت ديالو. فرح تزوجتي بنت عمتك؟ بنت عمك؟ بنت عمتك؟ بنت عمتي جابها ليا، فرح بيها. سكنت في الدار انا الدري الوحيد اللي عند الاب ديالي. وهي كانت مزوجه قبل؟ هي كانت مزوجه قبل، ومنين قال لي الاب ديالي انت راه بنت اختي ولحمي ودمي، هزينا العائله وتزوجت بها. يعني كرجل من تما اخي، وهي تبدا المعاناه الشديده. كيف تزوج بهذ الانسانه بانت على حقيقتها، على حقيقتها بانت. دوزت العذاب مع هذ الانسانه، الانسانه كانت كتخليني وكتمشي تهرب 6 شهور 8 شهور 4 شهور. كيف كنهضر معاها ولا العين كتجي في العين كنبدا نبكي. حتى من انني وصلت لواحد الدرجه بانني وليت كنخاف منها، ان كلامها ما يطيحش الارض بواحد المعنى. واسمح لي، بحال ما بقيتش راجل، انا بحال ما بقيتش راجل قدام ما بقيتش راجل. كنحس انني انا كنت حطمت وحطمت هاد الانسانه. ايفوت كدير اللي دارت، كنشوف فيها ما كنولي نتفتف، ما كنقدرش نخرج لها حتى كلمه العيب من فمي، ما كنقدرش نخرجها. صافي هاد الانسانه ولدت مع الدريه، رغم ذلك ولات مع الدريه كانت كتخليها ليا وكتهرب. وهذيك الدريه كانت كتخليها ليا، انا اللي كنحضنها وكتهرب. هاد الانسانه عذبتني مزيان وبزاف اخي. لحقت عليها اكادير، كنجيبها كريت ليها، خرجت من انا الدري الوحيد من الدار وعندنا دارنا، وخليت والديا مساكن. العكس خصني نعين والديا، وواحد المره اللي تعين والديا وتشقى مع امي وبا وكبروا في الزن. مسكين با تحل على التقاعد، شحال هادي راه 12 عام باش تحل على التقاعد ولا 14 عام، والو ما لقاوش في هذيك الانسان اللي كانوا كيحلموا به. مشيت كريت ليها، ولات في كنجي كنلقاها خارجه ما نقدرش نهضر معاها. بديت كنلصقت بانني شريت بارطما ديالي، عاونوني الدار وشريت بارطما ديالي، شريت لها السكنه. اي مره كتحلم بالسكنه ديالها، رغم ذلك اخي اقسم لك بالله تمحلتني بحياتي ومحنت لي والديا. دابا انا كنتمحن، ولكن اللي زاد تمحن اكبر هو داك الاب المسكين اللي عنده 74 عام ما دار ليها والو في هذه الحياه، مجرد انه كيعاون ولده، عاون ولده بغى يدير ليها الخبره باش تحيد هاد المشاكل ديال ولده، ولا تغادى به الحبس. الخبره علاش؟ شنو اللي وقع في الخبره؟ زاد عندي واحد الدري، زاد عندي واحد الدري، ولا جاني عليه التليفون ونقاشات. اصلا هي معاها نقاشات من تزوجت بها، زادوا كيكبروا هذيك النقاشات مني، ولا كيجيني التليفون. شنو فيه التليفون؟ كيقول لي هذيك المراره ديالي، عمر ريحت مات عطيك البرهان. انا ما نقدرش نهضر، ما نقدرش ندير والو، دمرتني ودمرتني الرجوله. حاول الله يرضى عليك هشام، حاول تساعدني باش نفهموا القصه. دابا انت تزاد عندك الولد، جاك انت تليفون، عيط لك شي واحد، اش قال لك؟ هذيك المراره ديالي وهذيك الشيره ديالي كل شيء، وهذيك المراه العمر ما تفوتني، وانت شتي ديما معاها. وهذي زدت انا كعيت هذيك الساعه، جيت كنجي نري هذا الاب ديالي، عاودت ليه حقاش هو اللي عندي. ما عنديش خويا ولا مر، غنعاود نعاود با. كاين الاب داخل بيناتنا خيط بيض وما دارهم، وشوفوا نديروا الخبره كاع باش تحيدوا عليكم الشك، باش لي هاد الدراري بغا يتحلوا كلشي. وبانني مقيدتش، مش عارف الدري بنظري شتا مقيدتوش هذيك الساعه، وقدريش مقيدتوش هذيك الساعه خويا. اي واحد زاد عنده دري وكيكون تصلب ما بين الشكل الاول، وكيمشي يجري وكيفرح وكيقيد ولدو وكيما عرف شناهو كيدير. ومن مورا قيدتي؟ تخضعيت راسي بشهرين اخويا، شهرين ونص، مشيت تعيد راسي في المحكمة وقال لي الوكيل علاش، وقلت لي راه الخدمة وهادي، وبقيت كنطلبها باش مشيت قيدتو بالتهديدات ديالها
بعد الخطاب ديالها اخو افقي الدري قالت لي والله انت كيما شوهتيني مع عائلتي وشوهتيني على كل شيء، والله انت غندخل لك باك الحبس. وفعلا دارتها اخي وهذاك الاب مسكين مزاج فيه السكر بروستات 74. هاد الانسان اش رشمتني واش رشمت لي عائلتي. واخا يساعدني شنو اللي دخل بك الحبس؟ تحرشت لي الدريه، والدريه انا اللي مربيه وكلش. حرشت لي الدريه باش تلصق في اغتصاب بانها فتت لها بكاره ديالو. كلشي عرف العالم هاد القصه. شوهت لي بنتي، شدت لي بابور الحبس. شدات اكبر شي حاجه اكبر هي زين المحارم اخويا. والدرية عندها 9 سنين لا ايوا هادي شده جده غادي يغتصبها. والدرية كتقول في منابر يا نيابة انها داز ليها الدم. والحمد لله القانون جا ومشد الدرية البوليس داو الدرية الخبرة وقلبوها وكلشي. والحمد لله الدرية ما بقي وسامة والو. انا واخا هاد الوثائق اللي عطيتيني مشاهدينا الكرام هو فوضى صعب صراحة، ولكن اللي تيبين الحقيقة بين انا الوثائق اللي توصلنا بهم. الام خرجت في منابر اعلامية تناقش انه الابن ديالها تعرضت للاغتصاب من طرف الجد اللي هو بواه. هذا كلامها وهادشي كاين في المحاضر. الملف تحال للطب الشرعي، الطب الشرعي كان قرار معاكس، ما كايناش خبشه في البنت سواء لا في المقدمه ولا في المؤخره ولا اماكن اخرى. هذه وثيقه ديال الطب الشرعي. الاب معتقل، النيابه العامه اذا شكت اعتقلت بناء على شنو قالت الابنه الصغيره، وكانت كذلك شاهده اللي كتقول البنت مشات عودات ليها قبل ما تقول لامها. البنيه الصغيره مشات قالت لها الجاره ديالهم. هذيك الجاره موضوع النقاش حسب الكلام اللي قال لي هو والعائله في الاول انه صديقه الام. يعني تصدع او هذا القرار بين ان علاش على امور اخرى دازت من بعد. هنا خرج ديال الطب الشرعي بلي البنيه ما فيها حتى حاجه، ما فيها والو، ما فيها. فرحت قلت لها بلا بيجي كنعنك بنتي وكنهز فيها وهي جلسات فشلات. ما فيها والو، فشلات جلسات فشلات. قال ما فيها والو. وكذلك اعتقد مشاهدينا الكرام تذكرت انه في احدى التصريحات ديالها كتقول بانه دات الابنه الاطباء في الاول وقالوا لها بانه تم افتضاض البكاره ديال الابنه واغتصاب وامور اخرى وهي حاصله على شواهد طبيه، ولكن هذه الشواهد الطبيه ما كاينينش في الملف، ما عمرك وضعتيهم في الملف. هذا حسب العائله وحسب التصريح وحسب الوثائق اللي شفنا. من هنا من الطبيعي جدا الضابط القضائي واستشاره مع النيابه العامه كيبقى اعلى مستوى في التطبيب اللي هو الطب الشرعي تحلي الملف، فحص دقيق للابنه عكس ما يروج هذو الوثائق. دابا الاب كيضرب في الحبس. دابا في الجلسات. ظلم انا هادو، انا نقسم لك بالله الدري راه فاش شحال قعدت تذكرولها، كتخاف من الدري كتشوف فيها في عيننا بحال هكا كتبول في سروالها. هادوك الحركات اللي في البنيه شكون دارهم لها؟ الام ديالها، اقسم لك بالله حتى الام ديالها. وفي ضربه في رجلها هنا راه كانت كتضربها في اكادير، اقسم لك بالله اخي لما كنقول لها نديك عند امك كانت كتلوح نقول لها نديك عند امك كدات بكي، اقسم لك بالله كدات بكي والعار وكلشي الدرب عارف كلشي شي هنا الحوم. واخا الاب ديالك مشيت عندو للسجن. اخويا اش غنقول لك، ما قدرتش نمشي لعندو، ما قدرتش، ما نكذبش عليك. واش واحد بنتي دخل الاب ديالي الحبس، ما قدرتش ندخل عندو، ما قدرتش عينيا تجيب عيني. حاجه بلا بيجي اللي شفتو اللي كيمشي لعندو، كيمشي عند الاخت ديالي اللي كتمشي لعندو. ما نكذبش عليك وانا الخدمه ديالي وهادي، وما قدرتش. كيقولوا لي خواتاتي يلا ما قدرتش. كيمشيو عندو خواتاتك حتى تيصيفك عاب شويه الكيشة، ما ساعدني الله يستر عليك. ملي كيمشيو عندو الخواتات ديالك انت للسجن تيصيفط لك رساله معاهم، اش كيفاش كيلقاو في صحيحتهم؟ رساله كيصيفط ليا مسكين راه مأزم، ما فيش سكر وبروستات. الاب ديالي مسكين كان كيتم 74 عام وضربتها مارا اخ ديالي كلشي كيعرفو مسكين. اذا كان الاب ديالي عنده غير ديكلاراسيون وحده بكوميسيريه فهاد 74 عام جبدوها ليه يحكموا عليا انا. ما مسكين عمرو وصل الكوميسيريه، عمرو ما شاف البوليس الا في لاكارت. الانسان من الخدمه الدار الخدمه التقاعد الجامع الدار. في نظرك انت علاش هي غدير هادشي في نظرك انت؟ لانها كتقول هاد الاب هو اللي كيحرش هاد الدري، وهاد الاب هو اللي ضربت هاد الاب. هاد الدري قالتها لي، قالت لي سير تسطى دابا بهذا المفهوم.
قالت لي والله انت غتلو حوايجك وتصدق. هي فاش مشات هذاك المنبر الاعلامي وجابتو وبدات كتغوت. ودابا انت كيلاش شفتيها؟ اش ندير انت الا شفتيها؟ انا اللي شفتهاش غنقول لك. سمح لي راه في المحكمه وكتغوت وما قدرتش نهضر. بقيت كنشوف كندير انا والام ديالي مربعين ايدينا وكنشوفوا فيها وهي كتغوت كدير كلمه العيب ما سمعتهاش منها. انا راه كنقول بنت عمتي علاش قلت لك انا راه حاطاني هاد ثمانية اخير كنقول واحد ثلاثة كنلقى راسي حداهم ب 500 كيلومتر حداهم. قلت شاري انا الطوموبيلات خرجت عليهم بهذيك 500 كيلومتر اخو الطوموبيله الاولى والطوموبيله الثانيه. انا راه تحطمت تهرس فلوسي وتهرس صحتي ولكن تهرس من والديك وما ديرش. وسيد مظلوم اقسم لك بالله مظلوم تم حرشه الدريه. واللي بغى يعرفوا بان الدريه محرشه خصو يحيدوها ليها يحيدوها ليها وتشدها شي جمعيه تولي الدريه تبات عندهم وتقرا عندهم. انا نتكلف مصاريفها انا نتكلف اخي بمصاريفها باش تعرف راه دمي وكبتي. وانا اللي حاولتيش توصل معاها قبل هادشي الطلاق ما حاولتيش؟ وصلت معاها اربعه الخطرات درت لها الرجوع البيت الزوجيه درت ليها الطلاق اتباقي كتسيني معايا وكتقولي زي المقاطعه وكتقولي درت لي خاطره. كيفاش درتي لي خاطره انت مشيتي معايا للمقاطعه؟ ولي درتي هادشي دفعو انت ما دفعتيش؟ دفعتو عند الوكيله وكانت مسامحه لي في الدريه باش عرف انها متنازله لي على الدريه بغات تشوفها غير 3 شهور ديال العطله. كتقول لي الدريه خودها انا وشنو اللي خلى هادشي ما يكملش؟ هادشي ما يكملش اخي هي قالت لي الوكيله الدريه قعدت 7 سنين ما تشدهاش حتى غتشد الام ديالها. خرجات سولت واحد المحامي شدت الطاكسي هربات وراه كان معايا الاب ديالي. علاش قلت لك حاقده على الاب ديالي وجابت منابر اعلاميه شحال هادي بالسميه والكنيه؟ امتك اش تقول في هادشي اللي هي امها؟ هذا خويا حرب عائليه نجيك الصراحه لان الاب ديالي خوها من باها ماشي ام وحده واب واحد. ودخلت انايا في هذا النزاع دخلت بحالك. انت هو اللي ولد وعندك ثلاثه د البنات خواتات؟ وانا اللي دري وعندي ثلاثه خواتات وخاصني انا نكون مراقب ديال الوالدين لانه كبر والام كبرات وقسم لك بالله كبرات. ومن كانت هنا كانت كتشقى على الام ديالي كتشقى لي على مرتي اقسم لك بالله والناس شاهدين. الله يسترك يا هشام. يعني فهمنا الموضوع مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا هذا هو واقع الحال بناء على التصريحات ديالو. من الطبيعي جدا النيابه العامه هذا الحق ديالها والسيد قاضي الدقيق وكذلك السيد الان معتقل والملف في الجلسات يعني جلسه علنيه نحن على تتبع الملف. من الطبيعي جدا انه في ملفات جنائيه كيكون واحد الاستنطاق تفصيلي كيتعاود من الاول في اطار المناقشه والقناعه كتبقى عند القاضي بناء الاقوال الادله وهذه الوثيقه اللي هي دليل دامغ انه حسب تصريح ديال الام شفتو شفت الفيديوهات وكتكلم انه اطباء شهدوا وقالوا بانه طفله مغتصبه وهذا. ولكن التقرير النهائي ديال الطب الشرعي العكس تماما. مشاهدينا الكرام يبقى القضاء هو صاحب القرار. الاب ديالو 74 سنه شنآن بالعائله. ممكن البعض ماشي تنعيشوا في المجتمع اللي كيتجوجوا من العائله كيقدروا يتوفقوا ونسبه اخرى كتكون معاناه. الاب خدا هذا القرار قال الابن ديالو تزوج بنت اختي. الابن هو اللي عنده ولد عنده ثلاثه خواتاتو ما قالش ليه لا. من بعد تغيرت عنده الدنيا لما هو أسوأ. مشاهدينا الكرام قبل من التصوير والله العظيم قال لي ما تنعس لا ليل لا نهار ونشوفها نخاف وضع صعب. اعتقد الرسائل واضحه في هذا الموضوع ونحن على تتبع حقيقة الملف. القضاء هو صاحب القرار. واش هاد الجد نعم داير هاد الشيء أم تلفقت ليه التهم؟ القضاء هو اللي غيصنع القرار باش نبقاو في الحياة وما يمكنش أننا نحكموا في الموضوع. ولكن الوضع ديال هشام ليس على ما يرام. تصور هو دابا اللي ولدو عنده با 74 سنة في السجن وضع صعب. مشاهدينا الكرام غادي تتبعوا معايا الاخت ديالو غادي نشوف مع التدقيق في الموضوع. ويبقى الحق للطرف الثاني موضوع النقاش. اذا كان عنده اي معطيات اخرى او ادله اخرى فنحن نرى الاشاره للتعقيب في الموضوع. مشاهدينا الكرام غادي نشوف الموضوع مع الاخت ديالو تبعوا معايا.